في وقت تعصف فيه تقلبات الطبيعة المتناقضة والحادة بالعديد من دول العالم، تستمر المساعي الدولية لحماية رئة البشر والحفاظ على التوازن البيئي والمناخي لكوكب الأرض. الأمازون، تلك البقعة الخضراء في أمريكا الجنوبية التي تمثل جدار الحياة، باتت على مدار السنوات الأخيرة كابوساً يؤرق العالم بفعل اختفاء كميات كبيرة من الأشجار واندلاع الحرائق المفتعلة على نطاقات واسعة، وهو ما يشكل تهديداً على التنوع البيولوجي ويترك تأثيرات بالغة على عملية التبخر وهطول الأمطار في العديد من بلدان القارة الجنوبية. استشعاراً بالخطر، تستضيف مدينة بيلم البرازيلية قمة إقليمية للمرة الأولى منذ 14 عاماً لإنقاذ غابات الأمازون في مسعى لاتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شدد في افتتاح القمة على أن مكافحة إزالة الغابات أمر أساسي للتعامل مع التدهور الحاد لتغير المناخ. دا سيلفا أكد في كلمته أيضاً أن توسيع نطاق التعاون بين دول حوض الأمازون أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ظل الاحترار المناخي وارتفاع نسب الانبعاثات الضارة. إجراءات جريئة وقوية لحماية الغابات المطيرة، تعهدات أكدت عليها الأمينة العامة لمنظمة التعاون بمنطقة الأمازون أمام القمة، مشيرة إلى أن المجتمعين لن يتركوا مدينة بيلم إلا بقرارات حاسمة. القمة تكتسب أهمية كبيرة من حيث توقيت انعقادها وسط تحذيرات متكررة من علماء البيئة من خطر كبير يحدق بغابات الأمازون التي تغطي نحو 31% من مساحة اليابسة في العالم. ويتزامن استضافة مدينة بيلم الساحلية في البرازيل للقمة مع مساعي البرازيل المكثفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 30 عام 2025. وقف إزالة الغابات، زيادة التمويل للتنمية المستدامة، إنهاء تعدين الذهب غير القانوني، والتعاون في مراقبة الانتهاكات البيئية عبر الحدود، خطوط حمراء وضعتها دول حوض الأمازون نصب أعينها وتسعى للتوصل لاتفاق بشأنها لحماية رئة العالم باعتبارها قضية وجود.